يقول نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم: من استمع الى آية من كتاب الله كتبت له حسنة، ومن تلاها كانت له نورا يوم القيامة. ويقول صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، وخيركم من تعلم القرآن وعلمه. بل أوصى صلى الله عليه وسلم فقال: اقرأوا القرآن بلحون العرب، وقال: اقرأوا القرآن على سبعة أحرف. أيها السادة، قارئنا والذي ارتقى منصة التلاوة الآن هو القارئ وابن القارئ رحم الله والده، العلم القرآني الكبير فضيلة الشيخ أسعد محمد أبو الجدائر. نسعد الآن بالاستماع إلى ندبه الكريم القارئ والشيخ ابن الشيخ ثروت أسعد أبو الجدائر، يتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة فيه ولا خلاف.
يقيم الصلاة وينفق مما رزقناهم سرا وعلانية سخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمري وسخر لكم الأنهار
وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وسخر لكم الليل وآتاكم من كل ما سألتموه وإن قال
رب اجعل هذا البلد آمنا رب اجعل هذا البلد آمنا عند بيتك
الصلاة وربنا يقيم الصلاة وربنا كثيرا من الناس أضلل كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه فمن تبعني فإنه مني فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك بوعد غير ذي زرع عند بيتك المحرم I'm
فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلم تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء ولا في السماء الحمد لله الحمد لله الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق
إن ربي لسميع الدعاء. إن ربي لسميع الدعاء.
المؤمنين يوم يقوم الحساب. صدق الله العظيم. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. دعا نبي الله إبراهيم ربه، دعا ابراهيم ربه فقال: فاجعل افئدة من الناس تهوي اليهم. فقال له ربه: واذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. الى ما تيسر من ايات سورة ابراهيم، استمعنا الى الاداء الحكيم والصوت السليم والقارئ العظيم وابن القارئ الراحل الكريم فضيلة الشيخ ثروت اسعد ابو الجلايل القارئ وابن القارئ والعلم ابن العلم بقرية ملامس مركز منيا القمح الشرقية. شكرنا الى فضيلته والى حضراتكم جميعا باسم عائلات ابو شنم، الى كل من شرفنا بالواجب والادب، باسم اسرة الراحل الحاج عصفور ابو شنب ممثلة في المهندس اسلام عصفور ابو شنب. اشكر الى حضراتكم جميعا 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 ايها النبلاء دون استثناء. اشكر ايضا الى صاحب الهندسة الاذاعية الحاج محمد الخولي واولاده بالعوازجة الشرقية الفراشة الذهبية الكبرى والتقنية العالية الحاج منصور رشاد من القمح، الهندسة الكهربائية والانارة اللؤلؤية ادارة الحاج محمد طه درويش كهربائي الشيخ جودة بمنيا القمح. كذلك اقدم ضيافتنا الليلة الكابتن عطية الدولي بأبو حماد ومخرجنا لتصوير الحفلات القرآنية ناصر صلاح ومصورنا صلاح ناصر. ايها السادة، الى هذا الحد يتوقف ارسالنا على ان نلتقي بحضراتكم عقب صلاة العشاء، فالى ان القاكم اترككم في رعاية الله وامنه، ولكم تحياتي مصطفى عبد الوهاب.